أعلن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن إقامة أول نسخة من بطولة أقوى رجل بحريني 2018، إذ اعتمد سموه الموعد الرسمي لإقامتها والذي سيكون في شهر فبراير القادم. وتأتي هذه البطولة ضمن إحدى المبادرات التي يطلقها سموه لدعم الشباب البحريني في المجال الرياضي، وقد حضر هذه المناسبة أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ورؤساء الملاحق الرياضية بالصحف المحلية وعدد من منتسبي أسرة الإعلام الرياضي البحريني ومن وسائل الإعلام الأجنبية وعدد من أبطال البحرين. وقد عبر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بالإعلان رسميا عن إقامة بطولة أقوى رجل بحريني وعن اهتمامه البالغ في مثل هذه البطولات التي تعزز من أهمية الرياضة في المجتمع وتساعد على تكوين جيل رياضي عاشق للمنافسة والقوة والتحدي والذي سيثري بدوره الحركة الرياضية بمملكة البحرين، منوها سموه بأن الشباب البحريني دائما مبدع ومميز في مختلف المجالات والقطاعات خاصة المجال الرياضي، ولكنه فقط بحاجة إلى اختيار الرياضات المناسبة والصحيحة التي تساعد على التطوير. وأشار سموه إلى أن البطولة ستكون فرصة جيدة لجميع المشاركين كونها ستوزع على 4 فئات بحسب الأوزان، مؤكدا سموه أنه سيكون أول المشاركين في النسخة الأولى للبطولة. وتوقع سموه أن تشهد هذه البطولة مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني وكذلك على مستوى بلدان المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم، مشيرا سموه في الوقت ذاته إلى أن هذه البطولة سيكون لها المردود الإيجابي لدعم مكانة مملكة البحرين كدولة حاضنة لمختلف الرياضات. الجدير بالذكر أن هذه البطولة ستتضمن إقامة عدد من المسابقات التي تعتمد على التحدي والقوة والتحمل، والتي ستعتمد كذلك على جمع النقاط وإحراز أفضل التواقيت في المسابقات.